اوكي، خليني احكي عن شابتر 4 و 5، حط شوية أسئلة عليهم، بعدين حد كثير سألني عن المتين، فبرجع بشوف المتين كمان مرة مع بعض. ففي الأول خلينا نشوف الشابتر 4 و 5. اوكي، خلينا نشوف اول سؤال. شو الفوروردنج تيبل؟ شو بتعمل الفوروردنج تيبل بالراوتر؟ معناتها نشوف شو رايكم، ايش بيعمل الفوروردنج تيبل؟ دكتور بتحدد مثلا الرولز لما تيجي باكت في اي بي معين، بتحدد وين مثلا هاي الباكت تروح، على اي انترفيس، هل بتعملها بلوك؟ بالضبط، ايوه هذه. ايش الديستنيشن بيز فوروردنج، وشو بيفرق عن الجنرالايز فوروردنج؟ شو رايكم؟ دكتور الاولى اول شيء بتطلع على الديستنيشن اي بي، والثاني بهمناش بس بتطلع على الهيدر فاليو، وين الاوتبوت بورت اللي بتروح عليه. لا تقريبا، بس في الديستنيشن بيز فوروردنج احنا الشيء الوحيد اللي بنفرج عليه هو الاي بي، ديستنيشن اي بي. لما اجي احدد وين بده يروح هذا الباكيت بتفرج على الديستنيشن اي بي. بالجنرالايز فوروردنج انا ممكن مش بس استعمل الديستنيشن اي بي، ممكن استعمل السورس اي بي كمان مثلا، او السورس بورت، انه اذا جاي من هو من هاي المنطقه وديه على انترفيس معين. يعني مش كلهم، يعني عندك هون فلكسبيليتي عاليه انك بتقدر تمنع او تبعت باكيت مش بس وين الديستنيشن تاعه، لا من وين جاي كمان مثلا، او من اي بورت جاي. ممكن مثلا تمنع، ممكن توديه على انترفيس معين بناء على ايش، انه اكثر من فيلد. عندك كثير فيلدز في الباكيت، سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، البورت نمبر، البروتوكول نفسه، تايب لهذا الباكيت. فهي جنرال هو اوبن فلو. بالضبط، بنستعمل بالاوبن فلو بنستعمل جنرالايز فوروردنج. الاوبن فلو بنستعمل الجنرالايز فوروردنج. واضحه؟ واضحه دكتور. هلا بعد هيك هوست اي، I suppose host isn't hosted in IBM. شو رايكم؟ كيف بحدد انه بدي ابعته للتي سي بي مش لليو دي بي؟ شو فيه؟ اذا بنرجع بنشوف ال شابتر 4 بالضبط، في عندنا، لا في عندنا شيء بيحدد الابر لاير. وين شابتر 4؟ هون في الأبر لاير، هذا الفيلد
هاد لما يجي باكيت اي بي بيعرف منه راح اوديه للتي سي بي مثلا ولا لليو دي بي. واضح الفكره انه في الهيدر في اشي بدلني وين لازم ابعته. تمام. كاميرا السؤال بيحكي كيف سبوز هوست انسنس هوست بي تي سي بي بعت له تي سي بي. طبعا تيجي في الاي بي تي سي بي ما بنعرف ايش تي سي بي لاير تحت بصير جوا الاي بي الاي بي داتا جرام. فهوست بي لما يوصل هذا الداتا جرام كيف بدي اعرف لوين بدي ابعتها لفوق للتي سي بي ولا اليو دي بي من شيء بالهيدر اسمه ابر لاير. What field in the IP header can be used to ensure that a packet is forwarded through no more than n routers? برضو هلا نشوف هاي بالضبط TTL مزبوط اللي هي time to live remaining maximum max hubs decremented at each router. يعني في كل router بعمل هذيك مثل مثلا صفر ببعث ICMP packet إنه يعني خلصت expired ال TTL. فهذا هو الفيلد اللي بنحطه لنحدد maximum number of routers maximum number of hubs. واضح. واضح شباب. واضح. suppose an application generates chunks of 40 bytes of data every 20 milliseconds and each chunk gets encrypted in a TCP segment and then an IP datagram. What percentage of data of each datagram will be overhead and what percentage will be application? هلأ هو بعمل 40 byte data. كم الهيدر؟ تعرفوا كم الهيدر حجمه؟ 20. 20 لمين؟ 20 للاي بي و20 للتي سي بي اذا كان تي سي بي. فعندك الاي بي 20 تي سي بي 20 وهم مع بعض قديش؟ 40. معناتها كم البرسنتج تبع الداتا؟ 50%. لانه 40 داتا و40 هيدر. طبعا شو فيها الهيدر هاد كامر؟ شو في شغلات الهيدر؟ السورس بورت ديستنيشن بورت سورس اي بي ديستنيشن اي بي. بس انا مش شايف هون السورس بورت. وين موجود السورس بورت؟ في اللاير اللي فوق بالضبط اللي هي هلا البيلود هو بيكون عباره عن ايش؟ تي سي بي او يو دي بي مثلا. فهون في اللاير في ال الهيدر تاع تي سي بي هذا بالشابتر قبل كنا حكينا عنه انه في عندنا كمان السورس بورت ديستنيشن بورت هاي الشغلات هون السورس اي بي ديستنيشن اي بي تي تي ال ابر لاير تشيك سام فراجمنتس وهيك شغلات. دكتور تفضل. في الاي بي فراجمنتيشن في سلايدات في مثال على الاي بي فراجمنتيشن بنقص منها 20 بس مش 40 ليش؟ صح لانه بنحكي عن الاي بي ما بنحكي عن تي سي بي. يعني الهون هون البيلود هاي البيلود هاي فيها حقا تي سي بي هيدر والاي بي هيدر مع الديتا. لما اجي اقسم هذا الباكيت هلا اجاني هذا الباكيت هيك ما بجي بشوف التي سي بي هيدر. انا التي سي بي هيدر بالنسبه لي هو كانه ديتا. تمام. يعني الداتا هاي فيها شغلات تانية فيها شغلات مش داتا حتى بس بالنسبة للاي بي هاي بالنسبة لها بيلود. تمام. فلما عملنا المثال هو عملنا بهالشابتر بلوز مريت عنا مريت فوق شو بالآخر هو لا
أيوه. هذا هو المثال تحكي عنه صح؟ أيوه بالضبط هذا. الكل ده يحسبهم صح؟ هاي الشغلات؟ واضحة؟ أيوه. واضح. تمام. خلينا نرجع بدل الأسئلة. هلا consider the network below show the forwarding table in router A such that all traffic destined to host H3 is forwarded through interface 3. هاي سهلة. إذا أي إشي destination تاع H3 الانترفيس بده يكون إيش 3. هذا بحكي عن router A. هاي router A أي إشي بيجيني من destination تاعه H3 شو بنعمل فيه؟ ببعته على interface 3. هلأ can you write down a forwarding table in router A such that all traffic from host A destinated to host 3 H3 يعني H1 ل H3 is forwarded through interface 3 while all traffic from H2 destined to H3 is forwarded through interface 4. هلا هو هذا السؤال فيه مشكلة صغيرة إنه هل لازم نحكي لك إنه أنا بستعمل generalized forward يعني traditional approach. traditional approach ما عندي هذا المجال في ال traditional approach. هو بحكي can you write هون هون تحكي no. ليش؟ لأنه بأول بكون يحكي عن ال destination based approach. هلا اذا بدك تحكي بالضبط اذا بدك تحكي ان انا بستعمل الجنرالايز فوروردنج انا ممكن اجي احكي اذا السورس هيك والديستنيشن هيك ابعته على 3 واذا السورس اتش 2 والديستنيشن اتش 3 ابعته 4 تزبط في الجنرالايز فيش فيها مشكله بس في الديستنيشن بيز ما بتزبط. واضح يا شباب بالديستنيشن بيز ما بتزبط هذه الطريقه بالجنرالايز فوروردنج تزبط. لانه الديستنيشن بيز بس بتفرج على الديستنيشن وبحكي لك اذا الديستنيشن اتش 3 وديها هون واذا الديستنيشن اتش 3 وديها هون بس في الاولى بكون السورس اتش 1 بس في الجنرال الديستنيشن بيز فوروردنج ما بتفرج انا على السورس. كم مره في عندنا ايش اسمه نشوف بالاول بنحكي عنه بالشابتر بالاول شابتر هاي هو سبسكرايب نتوركينج ذات بلان وين بنحكي عن وين جنرالايزد وين الديستنيشن بيز في الاول عمل سيرش عليها بالضبط 17 مضبوط. هاي ديستنيشن بيز بروجرام forward based only on destination IP address. بالجنرالايز forwarding based on any set of header field values. فلما نرجع هذا السؤال اذا انت هون بتحكي عن destination based الجهتين بالنسبه لنا في هاي الحاله والهاي الحاله وين شو destination تاعهم هاي وهاي شو destination تاعهم H3 ما دام H3 انا بحكي هون H3 برو عن انترفيس 3 او 4 بس ما بقدر احكي مره H3 3 ومره H3 4 لانه بالجنرال فورورد ما بتفرج على السورس مثلا اي بي بالديسيشن بيز بالجنرالايز فوروردنج بزبط فهاي بالجنرال فوروردنج بزبط في الديسيشن بيز ما بزبط تمام I hope. OK.
Okay, suppose two buckets arrive to two different input ports of a router at exactly the same time. Also suppose that there are no other buckets anywhere in the router. So the two buckets are to be forwarded to two different output ports. Is it possible to forward the two buckets through the switch fabric at the same time in the shared bus? Buzbot? Buzbotish. ليش؟ لأنهم عندنا بس بالضبط في الكروس بار. لو هاي لو كان كروس بار بزبط، لو هاي كروس بار بزبط، غير هيك بزبطش. يعني لو هاي عملتها على ميموري برضو بزبطش، برضه هون ما بزبط. إذا أنت بتعمل اللي هي بالطريقة بالكتاب، لما يجي هون هون إذا في ميموري أنا ما بقدر أطلع تنتين مع بعض وأروح على محل، يعني أطلع تو باكيتس مع بعض، لازم أجيب يعني هون بيجي الباكيت بيطلع على الميموري بنفحص بعدين بطلع على الأوت. ما فيش مجال يجي تنتين، لأن في عندنا شيرد بس ما في مجال يجي في نفس اللحظة. الإشي الوحيد اللي ممكن يزبط هو الكروس بار، إنه يجي واحد هيك مثلا، بس مش دائما بتزبط كل شيء. طبعا البارلل هذا بزبط مش كل شيء، يعني بيجي هاي بزبط مثلا وهاي بزبط وهاي بزبط في نفس اللحظة، بينما إذا بدك تروح هيك مثلا وهيك بزبطش لأنها بتقاطع، فهذا بدك تنتبه لها. نرجع، فهي بتزبطش. هلا بالكروس بار، بس الكروس بار مشكلته هون سيم اوت اوف باك بورت، برضه هون نو. ليش؟ لانه انت بدك تطلع تو باكيتس على نفس الاوت اوف بورت، ما بقدر اعملهم ات ذا سيم تايم. واضح ليش هاي برضه نو؟ هلا ويتد فير كيوينج، فعندي بنستعمل هاي البوليسي، عندي الويت نص ربع ربع. فاذا عندي انا 1 2 3 1 2 3، هاي راوند روبن بتكون 1 2 3 1 2 3 1 2 3، يعني عندي هذا نكرر السؤال مضبوط. سبوز ذات وين از بلايد ابفر There's supposed three classes, suppose weights 1, 2, 3, 0.5, 0.25, 0.25 for three classes. Suppose that each class has a large enough number of buckets in the buffer. What is the sequence might be the three classes be served in order to achieve the weighted fair queuing weights? For round robin and the 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. بالضبط، فمهند مزبوط، بصير 1 1 2 3 1 1 2 3. ليش؟ لأن هاي تنتين ضعف هاي وضعف هاي. طبعا لو دحكي كلهم زي بعض تو هيك شو بيطلع؟ زي الراوند روبن المفروض. بالضبط راوند روبن. إذا عملنا هاي هاي 2 4 وهاي هيك شو بيطلع؟ بالضبط 1 2 2 3. هلا سووا ذات كلاسز A 1 and 2 have large number of buckets in the buffer. There is no class 3. class 3 مش موجود وعندي بس 1 و 2، فبصفي عندي 1 1 2 1 1 2 1 1. واضح؟ لأنه فيش عندنا 3. واضح الفكرة؟ ف
كاميرا خليني ارجع احكي. في الاصل كان هيك طبعا، هاي الحل على انه هيك، الحل على هيك بعيدة. عندي كلاس او شو واضح شو الراوند روبن كما مثلا كويس واضح وفراش واضح راوند روبن. راوند روبن انه واحد اثنين يعني تاخذ هذا شوي تاخذ هذا شوي تاخذ هذا شوي، يعني عندك واحد اثنين ثلاثة تاخذ او شو من واحد بعدين اثنين ثلاثة بعدين واحد اثنين ثلاثة زي الاو اس بالضبط تحطها بالاو اس 100%. هلا اذا بدك تعمل تعطي ويتس مختلفة، يعني تعطي مثلا الكلاس الاول ضعف الكلاس الثاني والثالث، فبدك تاخذ اثنتين من الكلاس الاول وواحدة من الكلاس الثاني وواحدة من الكلاس الثالث، فانت بتاخذ من الكلاس الاول تنتين فواحد واحد، يعني تاخذ 2 باكيتس من ايش من اول كلاس، وبتاخذ واحده من الكلاس الثانيه واحده من الكلاس الثالثه. واضح كويس وفراش؟ طبعا ممكن تغير اللي بدك اياه. اذا مين سأل غير مثلا احمد، خليهم هيك. احمد شو فكرك بيطلعوا هيك؟ خليني اعمل زنت. احمد احكي لي شو بيطلع اذا ويتد فير كيوين، شو بيطلع؟ واحد اثنين ثلاث ثلاث 100%. هلا خليها بس عشان مكتوبه صح على الشاشه، هلا ارجعها زي ما هي. بس هلا ما عندي باكيت كلاس 3، كلاس 3 مش موجودات في البفر، فكيف؟ طبعا تقدر بصير بصير واحد واحد اثنين خرب شو من حل. برجع هيك صح الحكوة طبقة صح قلتهم واحد واحد اثنين، هذا لما فيش ثلاث لان ثلاث مش موجودة. هلا انت كان سؤالك هيك برضو مزبوط، تاخذ تنتين من هون تنتين من هون واحده من هون واحد واحد اثنين اثنين ثلاث مزبوط تمام. هجيبها هذه اللحظة شوي، اجيبها من السلايد الاول، اجيبها من السلايد زي ما هي عشان ولا بتعرف أسألكم عنها قبل ما أحلها. إذا بتعرفوها بديش أطول فيها لأنها ممكن تطول وهي سهلة. وين النات؟ النات USB أي نات؟ هاي النتورك ناخذها مع بعض يا هون، وبدنا نعملها زي في البيت عندك في البيت 192.168.1.0. هاي النتورك وهاي الراوتر من جهه الاتصالات، نغير عليها الاي بيز. شو اغير مكان ايش احط ايش؟ نشوف هذا الاي بي شو احط مكانه، مثلا هذا نكلون شو ممكن احط مكانه؟ كمان مرة سؤال 192.168.1.1/24 بدنا نغير على النتورك. هاي شو نحط هون؟ رجع نفسها بس غير مثلا لأربعة. ما هو شو أحط؟ أعطيني شو كان الاي بي؟ ما أحكي لك زي عندك في البيت 192.168. طيب واحد واحد مثلا احسن شيء واحد، وانت كل يعني انا بحب احط اربعة هون، انا بحب احط عاده 192.168.1.1 بينفع اي رقم، هو اي رقم بس هل بينفع مثلا 100 وهيك بينفع؟ لا بزبطش. طيب هيك هذا كلاس سي بزبطش غير تعدي لاخر شيء. اوكي هيك بزبط هيك بزبط هيك بزبط. شو اللي عدل كمان؟ هذا على البي سيز
بالضبط هذا تعطي 192 واضح الفكره صارت 2 3 4 بالضبط واضح الفكره 2 بعدين تعطي تعطي 2 بعد تعطي 3 4 بالضبط فهي هي بس هذول على النت بيكونوش حقيقيات هو هيك في البيت عندك انت عندك في البيت ذهب اه مظبوط اللي الانترفيس الثاني للراوتر الجهة الخارج بتكون هي الاي بي الحقيقي بالضبط هذا اللي هو بنحطه هاد بالضبط هاد الجهة الثانية بنحط هذا الاي بي هلا شو بنحط هون هلا خلينا هي امسح هدول وامسح هاي واحط هاد بس طبعاً بنفعش هيك بنفع هيك لا لازم نغير هلا هون غير زي ما بدك بس يعني مثلاً أنا حطيتهم ورا بعض تمام هلا هون هلا هو شو بحكي assign the address to all interface in the network home the home network suppose each host has two ongoing TCP connections, all to port 80 at host 128, 119, yes, sorry. Provide the six corresponding entries. هلا هون شو بدي اغير؟ هون شو احط؟ طيب احنا بنروح على الادرس تبع مين؟ يكون الادرس تاع الهوست تاع اللي بعد منه اللي هو بحكي انه بدنا الثلاثه مش عندنا ثلاثه هوست ثلاثه هوستس سبوز ايتش هوست هاز تو ongoing TCP فبنحط بالضبط هاي شو نحط مثلا نشوف هدي لا كويس لا فراس شباب انا ما بحط الراوتر انا شو بحط هلا لما الهوست بحط اللي طلع عشان لما يرجع الباكيت عارف لمين يوديه ما هو يعني هذا موبايلك يا شباب هذا موبايلك دكتور بتحط اللي بجهه اللان بورت مختلف واللي بجهه الوان البورت نفسه اللي هو 80 مزبوط لا برضو لا هلا هون 192 168 واحد واحد تمام هلا شباب هون شو بدي احط البورت بلزم اغيره ولا بلزم اشوش صحيح مين فتح هذا البورت مين عمل هذا البورت سالته كثير انا بالديسكشن للبروجكت وكثير ناس ما عرفوش مين هذا البورت مفتوحه الهوست اللي بيحجز البورت هذا دكتور مين هو الهوست البي سي مين السوفت وير استعملته عشان تطلع على جوجل سوكت مين هو مين؟ براوزر شباب البراوزر بيفتح هذا الكروم مثلا بالضبط كروم فايرفوكس ايج اي براوزر اي براوزر انت تستعمله شباب البراوزر بيفتح هذا البورت مع السوفت وير تاعك السوفت وير اللي انت كنت داخل على الانترنت وتاع بورت 80 انت بتعمل عاده اتش تي تي بي هذا هو مين هذا البراوزر شباب فهذا هو البراوزر فتح هذا البورت وبحكي اثنين بدي اعمل زيه هلا هون شو اغير بلزم اغير بلزمش هو حكى شبك على هذا السيرفر وهي الاي بي ادرس تاع الاتصالات شو احط هون فكركم شباب هذا حطول فيه كثير السؤال ده شو رايكم شو احط اي بي الراوتر
اللي هو واضح. لا لا شو هذه هلا الراوتر عنده 2 اي بيز. الاي بي اللي من جهه البار والاي بي اللي من جهه الاتصالات. انت موبايلك هذا هو هذه موبايلك هذا شابك مع الراوتر هذا احتمال نفس ارقام هيك قريب على هالارقام عنده في البيت. هلا لما يطلع على الاتصال لما يروح على جوجل ما بروح في الاي بي هذا ولا بروح في الاي بي هذا. النت هو شيش يعني نتورك ادرس ترانسليشن شو بيجي يعني البكت اللي بيطلع من عندك حقيقه بيطلع بالاي بي تاع الاتصالات. فانت بتعطيه في التيبل هذا اي بي جديد يطلع فيه عشان لما يرجع بيرجع هذا يعني بيرجع هون يعني البكت بيطلع من هون وبعدين بيرجع هون. هلا لما يرجع كامرة طلع الباكيت كان من هذا الجهاز من جهازك من موبايلك كان الاي بي تاعه 192.168.1.2. الراوتر عندك شو بيعمل فيه؟ بمسكه وبغير السورس اي بي شو بحطه؟ تبع الراوتر من جهه الاتصالات. ليش؟ لان الاي بي اللي انا اصلا الجهاز معطيني اياه هو وهمي مش الاي بي الحقيقي. هذا الاي بي وهمي هذا كلنا عندنا نفس الاي بي. تمام هذول الاي بيز اصلا ليش اجت فكره النت؟ متذكرين ليش اجت فكره النت؟ لان كان الاي بي فيرجن 4 ما بكفيش. الاي بي فيرجن 4 ما بكفي. ف كلنا في البيت يعني عندكم كل واحد فيكم على الاقل ما شاء الله 10 اجهزه في البيت بدل ما اعطيهم كل واحد اي بي حقيقي زي هذا ريال اي بي هذا اي بي بيزبط يعمل له راوتينج بيطلع فيه على الراوتر وبيطلع على جوجل وبيرجع بوصل محل بدك اياه بس الاي بي الاي بي هذا لا هذا فيرتشوال هذا برايفت اي بي بس فاليد بهاي المنطقه اصلا كلنا عندنا نفس الرقم بس هل يعني معقول نطلع كلنا على الانترنت نفس الرقم؟ ما بينفعش يعني جوجل لما يجي اي بي زي هيك وين يودي؟ بزبطش معه. بينما لما يجي فيش غير جهاز واحد عنده هذا الاي بي على الانترنت بس في ملايين اجهزه عندها هذا الاي بي. فهلا لما يجي هلا هذا البورت 80 هو السورس ولا ديستنيشن فكره اول شيء وهذا البورت سورس ولا ديستنيشن ال 80 ديستنيشن هيو 80 ديستنيشن السورس اللي طلع منه الفايرفوكس حكينا او الكروم هذا الكاميرا اللي عملوا هذا الاي بي البورت هو الكروم بس هو طلع على بورت 80 بس ما بغيرش من بورت 80 الباكت اللي راح تضلها يعني الباكت لما تطلع من هون شو راح يكون ديستنيشن اي بي والديستنيشن بورت ما بتغيروش هي ديستنيشن بورت ديستنيشن اي بي وهي ديستنيشن بورت ديستنيشن اي بي نفسهم ما تغيروش شو اللي بتغير هون كان 10 طبعا هي حياتنا هاي مش 10 اللي هو 192 يعني هون بحياتنا 192 162 واحد 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 اثنين الجهاز اللي هون ضيعنا وقت عليها كثير هذي هلا طيب ليش احط بورت هون هلا بين ليش احط بورت هلا افرض هذا الجهاز فتح كمان كونكشن تو كونكشنز بالضبط هلا فتح كمان كونكشن شو لازم اغير في هدول فتح كمان كونكشن
البورت بس. البورت. أي بورت؟ السورس ولا الديستنيشن؟ يعني اللي هون في اللان ولا في الوان ولا الجهتين؟ هذا بلزم أغير ولا بلزمش؟ ما دكتور البورت للجهتين يتغير. لازم الجهتين يتغير، ليه؟ لأنه هلا هاي تاب وهاي تاب مختلفة. يعني انت هان فتح جوجل وهان فتح جوجل بس سنتين مختلفات، فلازم يعرف جوجل وين تودي لك، لهاي ولا لهاي. فهاي مثلا اعطيها 46، هاي اعطيها مثلا 502 5002. هلا اذا اجا باكيت للراوتر هذا، اجا من جوجل باكيت على البورت 5002، وين ببعته؟ اي تاب؟ على الثاني ولا الاولى؟ على التاب الثاني. اذا 5001 على الاول. على الاول لما يجي التاب باكيت للتاب الاول او الثاني، الديستنيشن اي بي بيختلف عن بعض هون؟ بيختلف؟ لا لا بيختلفش، هو على الراوتر جاي عندك، وانت راح تطلعه تغير له الديستنيشن من انت لمين؟ للجهاز اللي انت معني فيه. هلا لو جهاز تاني فتح حكى مع جوجل، نفس السيرفر جوجل فتح معه جهاز تاني، شو لازم تغير هون؟ تغير الاي بي ادرس والبورت برضه، او البورت ممكن اخليه عادي بس مو اي بي ادرس. اي بورت لازم اغيره؟ البورت لازم اغيره ولا في بورت ممكن ضلها؟ في بورت ممكن اخليها في اللان بس ما دام غيرت الاي بي، بس اذا بدي في الوان عادي، في الوان لازم. هلا هاي تغير الاي بي، هذا بلزم اغيره؟ بلزمش، يعني لو غيرته اوكي، لو ما غيرتوش برضه اوكي، بس الاثنين مختلفه عن بعض، يعني 45 46 مثلا. هلا هون بلزم اغير ولا بلزمش؟ لازم اغير، لانهم جايين على نفس الرقم، بيكونوا نفس الراوتر، بدنا نميز بينهم. فأنا حاله هون بالطريقة، واضح جماعة؟ what we want to design subnet we need 220 subnets with up to 150 hosts. What is the subnet mask؟ شو رأيكم؟ وهي أنا حاطه. كم بيت لازم اخذ للهوست؟ كم بيت بلزمني للهوست؟ وكم بيت للسبنت؟ 8 للهوست. جهتين 8 بدي هون. كم بيت ثبتات؟ 16. وكم بيت متغيرات؟ 16 برضو 16. عشان هيك هذا راح اخليه للهوست متغير، وهدول لايش؟ للسبنتس. فبيطلع الجديد بيطلع سلاش ايش؟ سلاش 24، يعني هيك بصير 180 17 00 سلاش 24. هاي أول سبنت 24، واضح؟ فالسبنت ماسك شو بيكون؟ 255 255 255 0. هذا هو السبنت ماسك الجديد. تمام؟ اوكي عندنا هذا ال SDN. بس شو بنعمل؟ بدنا any datagram arriving from host H3 to H1 H2 H4 H5 H6 clockwise from H4 to H1 to H3 should be counterclockwise. يعني بدنا
اللي بيطلع من هذا الهوست واللي بيطلع من هذا الهوست. اللي بيطلع من H3 يروح clockwise يعني هيك، واللي بيطلع من H4 counter clockwise هيك. فهذا هو الحل أكثر أنا حاطه كامل هون حل. كاميرا كيف حلت هذا؟ إذا أجاني من البورت 3 والديستيشن كان H 10 0 10 3 اللي هي هاي، أو 10 هو بده إيش H 1 2 5 6 1 5 6 اوكي. ف H1 هو 10 1 10 1 و10 3 10 3 هو H5 H6. فاذا الديستيشن 10 3 او الديستيشن 10 1 بدك تعمل فورورد وين؟ على بورت انترفيس 2. اذا بدك توديه على، اذا اجاك من انترفيس 4 والديستنيشن 10 3 او 10 2 توديه على الانترفيس 1. واضحه؟ واضح كيف عملناها على الراوتر؟ يعني بس بدك تشوف الكلوك اللي حكيت عنها كيف؟ شو معنى الكلوك وايز في السؤال؟ الكلوك وايز يعني اللي بيجي من H3 وبدي يروح هون عنده طريقين، يا بيمشي هيك يا يمشي هيك، صح؟ الكلوك وايز انه يمشي هيك، ها كلوك وايز طريق مع الساعه، مع عقارب الساعه. واللي بيجي من H4 بده عكس عقارب الساعه، فبده يمشي هيك. واضحه؟ يس واضح. خلينا نطوش هون نضل شو نضل شو وقت نروح على شابتر 5 على السريع اشوف شو انا محضر في شابتر 5. Chapter 5 ماشي. شايف الوقت ما بس ماشي في Chapter 5 الأول. دكتور تقدر تحل لنا السؤال اللي جانا في الكويز السؤال الثاني؟ أوكي خمس اوكي بتوقع ان الاسئله تجاوبوها. ما تزامن باي كنترول بلين ذات از بيز ان لوجيكالي سنترلايز كنترول ان سوتش كيسز ار داتا بلين اند كنترول بلين امبيدد وذين ذا سيم ديفايس اور سوري ديفايس شايكو اشتغل فيه سيم ديفايس كنترول بلين داتا بلين الاس دي ان ولا مش نفس الديفايس؟ طيب اوكي حل بحل اسئله الحل هدول بتشوفوهم. هل بتوقع فيش في اشي بديش احله؟ واضح هذا حله؟ بتوقع واضح. هذا برضه بتوقع واضح. هدول كل الاشياء بتعرفوهم. أتوقع تعرفوهم. الـ IGB الـ E BGB IBGB واضحات؟ I hope هم واضحات. حلينا أكثر مرة عليهم فبديش أروح عليهم. كل هذا بتوقع واضح خلاص. بدي أروح شو قلتوا بدك حلو؟ أي سؤال؟ دكتور سؤالك الثاني
الكويز هاد يس دكتور هاد اوكي هذا يعني ايش كثير تعال شوف عندنا هذا الاي بي ادرس وبدنا نعمل منه ايش بدنا نعمل سبميتنج بس مختلفات هلا في ناس بيرسموا بالتري شفت كثير ناس بيفهموها من تري اسهل مش عارف احطها تري انا عاتب على الباينري بحب اسوي هيك على الباينري واحدد شغلات اوكي اني واي 155 انترفيس يعني 155 جهاز كم بت بدي بالهوست هلا شاب هون كم بت ضايل الهوست تسعة بالضبط يعني كم بت كم جهاز ممكن يكون عندي هون خمسمية وعشرة فأنا هذا الجهاز هذا الاي بي هذا الاي بي هلا أنا ممكن شو أجي أعمل 2.3.1.16 طبعا زيرو هي هلا هاي هو حقيقة إذا بدنا نرسم بالباينري هون إيش أو خلي 16 0 هذا هو 2.2.3.1 هلا هون 0.0.0.1.0.0.0 لا 8.8.0 صح دوت زيرو وين واضح هيك هلا هدول ايش هدول نتورك شو حغير عليهم شو هلا هدول حتى هم هيك صح هلا اذا انا اخذت هذا البيت كم مره هدول كم جهاز ده 512 إذا أخذت هذا البت وغيرت عليه مرة صفر ومرة واحد شو بصير عندي؟ بصير عندي 223.1.16.0/24 وفي عندي 223.1.16. هلا لما يكون واحد 17.0/24 هاي كم هوست فيها 254 هوست ها وهاي كم هوست فيها هاي كم هوست نفس الاشي هلا هاي I can assign it to subnet 1 هلا خلينا نستعمل هاي نيجي نقسمها كمان مره شو يعني نقسمها يعني انا هلا بدي كمان هاي بدي لسه انا 87 وبدي كمان 20 87 هاي كيف ممكن اجيبها هلا هاي إذا جيت قسمتها now مش ترجع تقسم هاي خلاص هاي انساك منها هاي أعطيناها لا كلها أعطيناها هذه يعني مفروض 16.0 بخصنيش فيها هلا now we can divide mean 223.1.17.0 هلا 223.1.17 اللي هي هيك
هلا هون شو اللي ثابت؟ كم بت ثابتات؟ هون في خمسة ثابتات. ها 25 قصدي. لا شو 25 24 24 ثابتات. هلا مين بدي اخذ انا في السبنت؟ كم بت اخذ السبنت؟ برجع اقسمها هاي. فهي برجع اقسمها. شو سي عندي؟ سي عندي 223 دوت 1 دوت 17 دوت 0 هاي سلاش ايش 25 وايش الثانيه 223 1 نفس الشيء بس 128 سلاش 25 128 سلاش 25 من وين اشتري 128 لما احط هذا ايش 1 هاي كم هوست 26 هوست we can assign to subnet 2 بالضبط 128 ناقص هاي هلا برضه 126 هوست بس هاي بقدر اقسمها لسه انا ما بقدر اعطيها مباشره هاي للسبنت 3 سبنت 3 بده 20 هوست بقدر اعطيها مباشره بس الاحسن اذا بدي انا اكون دقيق كم بت بدي هون للهوست 20 انترفيس كم بت للهوست 5 فانا شو بجي بعمل باخذ هاي اللي هي هاي وهاي واحد صارت وللسبنت حمراء يعني ثبت كمان تنتين كيف؟ يعني نثبت كمان صفرين يعني يصيروا للنتورك هلا احنا بالضبط كديش ضايل عندنا احنا بدنا خمسه منهم صح؟ خمسه للهوست فهدول خمسه فبناخذ ثنتين بالضبط ضلنا ثنتين فشو بتصير الجديده؟ مئتين ثلاثة وعشرين واحد بس سلاش 27 بالضبط 1 17 128 سلاش 27 هاي تعطي قد ايه بالضبط دكتور 1.17 بس 27 كم هوست هاي 30 مزبوط 17 لو بدي كمان نتورك هون شو ممكن اخذ؟ اعطوني كمان نتورك شو نتورك اللي بعدها؟ 160 مزبوط كيف 160؟ 230 و 128 160 اللي بعدها يعني اذا حطيت هذا واحد نتورك جديده حطيت هذا واحد نتورك جديده حطيت تنتين مع بعض نتورك كمان 192 مزبوط فهيك انت بصير كم هلا لو بديش انا 30 هوست بدي مثلا 10 هوست لو كانت هاي بس 10 مش 20 كم بتهم باخذ اللي بدي 10 هوست باخذ أربعة بكفي اوكي هيك
هيك احنا خلصنا وقت المشكلة. جرب حل سؤال سريع من الميدتيرم. انو سؤال صعب كان في الميدتيرم؟ هتشوف وين الميدتيرم. هذا اوكي اتوقع اني ارجع على الفيديوز. انا متاكد حالي زيه كثير. هذا اكيد انا حالي زيه كثير صح. ارجع للفيديوز انا متاكد حالي زيه. وهذا نفس الشيء. هلا هذا بده شويه شغل بس برضه انا حالي زيه انا متاكد. خلينا نشوف في الأخير. هاد صفحة الثالث اللي هي إيه؟ إيش؟ حد حكى لي عن اللان يوتيلايزيشن. لان يوتيلايزيشن خلينا نحل على الصورة. اللان واللي فوقها شو معنى بالترافيك انستيشن هاي؟ هاي انتنسيتي. ترافيك انتنسيتي هي ألف هي على آر هاي بتطلع بالضبط. اجمع الباكت تدرهم في ال واقسمها آر. هذه هي هتورجيكها بسلايدز. لازم تكون أقل من زيرو عشان ما يكونش في عندي كيو. عشان مش أقل من زيرو يكون رقم صغير يعني. هي بالضبط إل على آر مزبوط. وين لما نجي نحكي عن الكيوينج هاي هذا فرق. شو هي بفرق إل إيه على آر يعني ترافيك انتنسيتي نسميها. ايه افريج باكيت ارايفل ريت يعني كم باكيت بيجينا بالوقت وحده التايم. وهون ال ال والار اذا قريب على الزيرو فيش عندك كيوينج ديلي كثير. اذا قريب على واحد بصير بزيد الكيوينج ديلي واكبر من واحد بصير يعني خلاص بيطلع على انفينيتي. فال اللي بدنا اياه احنا اجمع هذول الارقام اهو. اجمع هذول الارقام اضربهم في الباكيت سايز اللي هو 5500 بايت واقسمها على R اللي هي 1 جيجا بت بير سكند. تمام هذه هي كيون جري واطي بيطلع لانه الرقم صغير حيطلع بوينت او شيء. فكيون جري واطي كالكوليت لان يوتيلايزيشن انا حليته 100 مره هذا بتوقع بالشابتر 2 بس مش شابتر 1 شابتر 2 بديك وين محلول هذا الشيء. شابتر 2 هلا بحل هذا بس انه بديك وين محلول هو بيشبهه هذا لان يوتيلايزيشن. هو شو عمل؟ عندك باكيت هالقد بوصل بوصلنا 15 اوبجكت كل سكند وكل اوبجكت 100 كيلو ضربهم في بعض بيطلع هاي اقسمها على اللان بيطلع اللان يوتيلايزيشن. فبيطلع اللان يوتيلايزيشن هون 0.005. ليش؟ 100 كيلو حجم الباكيت حجم الاوبجكت ضرب 15 بيطلع 1.5 ميجا. اللان كان يشتغل 1 جيجا هذا تقسيم 1 جيجا بيطلع 0.005 هذا اللان يوتيلايزيشن. دكتور بس ممكن تعيدها كاميرا. اللان يوتيلايزيشن انا قديش بستخدم من اللان. انا عندي قاعد ببعث باكيتس اوبجكتس فحجم الباكيت الاوبجكت 100 كيلو وانا ببعث 15 اوبجكت بالسكند. يعني بالسكند اكم بت ببعث
ما بنحولها بت بير سكند. هاي بالبت وهاي 15 سكسين سكند فبطلع 1.5 ميجا بت بير سكند. يعني هاي ضرب هاي هذا الرقم هو هاي ضرب هاي اقسمه على سرعة اللان بطلع اللان نيوتراليزيشن اقسمه على الاكسس لينك اللي هو بطلع الوان نيوتراليزيشن. يعني الاكسس لينك نيوتراليزيشن في الاصل بتكون هالقد كيف 1.5 ميجا تقسيم 1.54 واضحة. فإذا جينا على السؤال هون على السريع هي 20 كيلو ضرب 8 عشان يصير بايت ضرب 9 تقسيم قديش؟ ايش صار اللان؟ 100 ميجا بيت بير سكند. الوان يوتيلايزيشن شو بيكون؟ هاد بس اقسم على 1.5 بس اقسم على 1.54. هلا اذا الهيت ريت 50% اللان يوتيلايزيشن بيختلفش نفسها الوان يوتيلايزيشن هلا بصير النص بس اضرب 50% لانك انت بتطلعش هلا عشان الهيت ريت يعني انت بتروح هون بتلاقي نص الأجوبة بتاعتك بتلاقيها من اللوكال لان من الكاش فبتضطرش تطلع على الوان فاضرب بس نص ضرب هذا الرقم يعني هذا بيطلع نفسه هاد نفسه وهاد اضربه بس في ايش اضربه في نص وخلص خلصت. هاد سندر يوتيلايزيشن بتوقع موجود في السلايد 100% فرجيكم اياه. اللي هو قلع ار على قلع ار زائد ار تي تي صح؟ بس في اربعة الويندو سايز. ليش اربعة بس؟ الويندو سايز. تمام صح. ليه هي؟ هون كان ثلاث الويندو سايز ثلاث. طبعا لما كانت واحد كانت ستوب اند ويت كنت تبعت وان باكيت تستنى كل هذا التايم. هلا تستنى هذا التايم نفسه بس تبعتش وان باكيت تبعت ثري باكيت. وهون بالحل كان أربعة باكت. فهذا هو الرقم هذا هو الإكويشن بس تستعمل أربعة اللي هي الويندو سايز وهي ال L وهي ال R وكل شيء. هلا هذا أنا رسمته في الصف حليته 100% صح ولا ما حليتوش؟ أنا حليته حد سألني عنه حليته ليش بقى حله هلا هون بس السؤال اللي شو اسمه الفرع اللي قبل هل برجع بضربه في النمبر اوف باكيت يعني الرقم اللي بطلع برجع بضربه في اثنين ولا لا هون هاي هاي شو لا. يعني لو بس تكتب القانون على السريع بس انا النوتس حاطط اربعة ضرب ال على ار تقسيم ار تي تي بلس ال على ار عوضهم بس عشان الدكتور كان حطت لي نوت انه لازم كمان اضربه في النمبر اوف باكيت هاي الاربعة لا مش الويندو سايز في النمبر باكيت كمان اخرى اثنين لا مش عارف لا كيف ما احنا شو اسمه هلا احنا كان باكيت بعتنا بعرف ايش كيف تمام كان باكيت بعتنا بنكون 8 باكيت عشان هو 8 باكيت بس لا ما ضربش 8 بس هي بس هاي بس سايز الويندو سايز ما انت هون يعني احنا كم باكيت بعتنا هون مثلا بهذا المثال هذا المثال بيحكي عن 6 باكيت صح؟ لا
بس ما بضرب ستة لأنه إحنا كل راح نتكرر راح تتكرر هاي راح تتكرر بس وأنت يعني أنت تبعت أول باكيت وثاني باكيت وثالث باكيت بس بعد أول باكيت تستنى ليجيك الأكنولجمنت وتبلش تبعت باكيت جديدة وقتها بتصير وكأنه ضربنا بستة وقسمنا على اثنين أوكي بس إذا بكتبت اللان يوتيليزيشن السنتر يوتيليزيشن بس تبعت هاي أوكي ليش أقول أرسمها هذه رسمتها رسمتها ورسمتها الجماعة دكتور بس أعطينا آخر إجابة آخر سؤالين منهم تحمس نحفظهم برجع بشوفهم بعطيهم آخر آخر سؤالين هذول إذا أبحلهم على رواق مثلاً بتوقع حليتهم قبل هذا السؤال سهل هلا هذا أتوقع سهل هذا شايف أحله هذا عارفين كيف بنحل هذا دكتور الـ RTT سهلة كيف نطلع الـ RTT بس الـ time هلا فرق بدنا نبعت احنا ايش نعمل connection طبعا non persistent بالأول non persistent معناته بدنا نعمل connection لكل واحد صح مزبوط صحيح فهات نشوف كم اوبجكت هذول أربعة نشوف 3 images واحد اثنين ثلاثة وفي عنا HTML مزبوط معناته عندنا أربعة images كم RTT بدهم ثمانية RTT هاي أول هذول اللي بتحسبهم هلا شو بضل كمان شو بضل نحسب كمان transmission time تعرف وين كم ترانزيشن تايم؟ بدي احسب لكل واحد للـ HTML البكتشر واحد اثنين وثلاثة وخلص خلصت هلا ال مش رح نستعمل كيوينج ديلاي والبروسينج ديلاي ما في والترانزيشن هلا ترانزيشن الأذر لينكس هي خربشتك كمان هلا أول لينك هاي بدي استعملها 16 ميجا بت بير سكند يعني ال 10 كيلو كم ترانزيشن يعني ال HTML دي ترانزيشن كم او شو حكينا احنا بالهاي وي نيد 8 RTTs صح هذا ايش لانه نون بيرسيستنت هلا الـ HTML بدنا 10 ضرب 1000 ضرب 8 شو بالبايت بالبايت تقسيم كم 16 ميجا بت 16 ميجا منيح بيطلع هذا عندنا الايمج 1 ايمج 1 كم بدها خمستاعش ضرب ألف ضرب تمانية على ستاعش طبعاً على ستاعش ضرب عشرة قوة ستة ستاعشر إما واضح هيك واضح تحسبها برضو ستاعشر ميجا هي كمان ونفس إشي الثانيات يعني ما بتفرقش بس بدك تطلع الراوند تريب تايم مزبوط الـ RTT اللي هو دكتور سؤال اللي بروباجيشن ديلي ضرب اثنين صح كيف اللي بروباجيشن ديلي ضرب اثنين 100% يعني دكتور بطلع بروباجيشن بضربه في 16 تدري بس يعني انت بتطلع الـ RTT كم الراوند تريب تايم RTT تضربها بثمانية وبتجمعها في الترانزميشن ديلي لجميعهم ويساوي اثنين ضرب دي بروباجيشن شو بيساوي هذا؟ 4000 على 4000 ضرب 1000 1000
تقسيم 2.5 ضرب 10 قوة 8 قوة 8 100 وإذا هاي بتكون تحت هاي ضرب 10 قوة 6 10 قوة 6 نفس الشيء هون هلا هاي تفرق عنها شيء الا واحد which is persistent with pipelining ثلاثة RTT بس ثلاث RTT وبس بس هذه والباقي نجمعهم هذول يعني هذول موجودات دكتور بس إذا حكينا without pipelining كم بيطلعوا؟ كم؟ بيكون لكل object واحد يعني أربعة لكل هات نشوف شو رايكم without without by planning كم بتنا كم RTT أربعة بيكون أول شيء عندك تنين نفتح وناخذ HTML بعدين كمان أربعة عندك ستة ليش أربعة أو لا شايف إنه خمسة اثنين HTML وكل إيميج واحدة لا 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 ثلاث صور ولما نفتح HTML فهي خمسة أربعة خمسة أربعة. جماعة خمسة هون 3RTT تجمع ترانزيشن تايم اللي هو فوق وهون كانت 8RTT بلس ترانزيشن دكتور تحت خمسة لسه HTTP هلا إذا HTML كيف؟ في ثنتين HTML وكل إيميج بدها ريكوست يعني خمسة إذا إيش؟ without pipelining بالضبط بس دكتور بسألك الـ TCP في بفر ولا لا؟ لا إيش TCP في بفر ولا لا؟ يعني أساس إذا في أجزاء أكثر من acknowledgement بس في صار loss بالنص فبصير يبعث آخر إشي وصله صح الأشياء اللي وصل إنه بعد الخلط غلط بحفظهن ولا برضو يطلبهن من أول جديد لا بحفظهن مش أول جديد بس بال مثل ما أخذنا بسلايدات مكتوب إنه ببعث آخر acknowledgement وصله صح فإنه بصير يبعث من بعد الصح يعني الأشياء اللي وصل إنه بعد الغلط برضو يبعثهن أو فيش مثال يعني يوضح هذه النقطة خلص نخلص من هاي بس شوي مين بحكي طيب هذا صحيح أوكي خلي بس الله بيسأل عن هذه أرجع بس أكتبها بجرب أحل واحد تحرم عندها هلا without إذا بدك without شباب بس ما حد يخرب في الدنيا هي 2 HTML أو يعني أول ما نفتح ال HTML بعدين ثلاثة زائد مش هسمها هلا طول معي HTML بلس 3 RTT هي يعني 1 RTT 4 each image منيح واضحة فإن توتال كم بدهم 5 RTT 5 بس التنزميشن تايم دائما بيكون نفسه من نص نضرب بخمسة ولا بحسب كان عدد الأوبجكت لأنه كيف؟ نفسه تمام انك انت انت اصلا عندك نفس الكونكشن يعني ما تغيرتش الكونكشن عندك لا طيب اكثر هسه عدد الباكتس لما يطلع عدد مش صحيح مقربه لاكبر عدد صحيح يعني 3 ونص لا 3 ونص خليها 3 ونص خليها 3 ونص شو المشكله مؤخر بكت يكون بوصل قبل بوقت شوي
خلص الترانزيشن تاعه وطبق. اوكي متى اشوف معقول في السلايدز ايش عن ال متاكد ان فيه مستحيل ايش ترى الويزارد بايب لايننج مش موجود ولا ايش في السلايدز. هو الأمثلة اللي بالسلايدات مش كتير بوضحوا يعني بوضحوا كم من حالة بس مش كل الحالات يعني بوضحوا في أشياء ناقصة. إذا شوف تي سي بي هلا شوف السلايد 75 هاد لا مش نفسنا ايون هاي تحت ايه 79 هون اما صار في مشكلة وفي ثلاث بعده اكنوجمنت للمية بس الوصلن يعني هذول الوصلن بيحفظهن ولا لا يعني تحت رجع ودى المية بيرجع ودى الثانيات لا طيب كيف عرف انه وصلن الثانيات ما بعث لك نجمت فيهن لحظه هلا تي سي بي بيشبه الجو باك اند بشغله وبيشبه السلكتيف ريفيو بشكل ثاني بتذكر حكى هذا صحيح انه هذا بس عارف انه في بيشبه السلكتيف بالبفر بس انه هلا هاي بنعملها بفر وهي بنعملها بفر وهي بنعملها بفر عشان هيك هو شو بعت بعت اول وحده ما عملهاش اكنولجمنت هلا ممكن يكون ثانيات ما ضاعوا بس هلا هو بالنسبة له بيشتغل أول واحدة أنا أعمل إنه يكون في إشي ثاني أجا هلا هدول كلهم أجوا تمام هدول أجوا تمام هلا لو دي بعت بك جديد هون شو ببعت الإشي اللي بعد الخامس يعني بيبعث له أكنولجمنت للآخر إشي هاي اللي بعد من الغلطة وبدها أساس تصحيح الوصفي بيبعث له تصحيح أكنولجمنت لا شوي هون لو دي بعت أكنولجمنت بأي رقم فكرك ببعت الخامس المفروض اذا في بفر طبعا لا هو ليش استنى الثلاثه الثانيات ليجوا يعني مثلا هل لا استنى تايم اوت ولا مثلا اول ما اجت الثانيه بلش بعد استنى بس خلص الثلاثه وبعدين بعد ليش هون الدبلكت على اساس بلش بعدها الدبلكت اكس اربع دبلكت اكس هو كيف بدي افهم الباكت ضاع عنده طريقتين يا تايم اوت يا دبلكت اكس تمام الدبلكت اكس لازم يجي منهم ثلاث يعني اربعه من توتال اذا جاء مش هذا من احنا بنذكر بكل الحكي كان لما رسمنا هذا كونجكشن كونجكشن ويندو كان كله على التايم اوت والدبلكت اكس وين بيجي بعد هيك بيجي هو هلا بالهوست بكون عنده بحفظش كيف اعرف شو اللي صار في الدبلكت اكس صح فهون طبعا مكتوب هالحكي مكتوب كتابة كمان بالسلايد مكتوب في يمكن بآخر أكم من صفحة أكم بآخر أكم من سلايد في أشياء إضافية محطوطة هلا ترج received three duplicate X indicates three segments received after a message a missing segment lost segment is likely so retransmit فهلا ممكن يكون في إشي صار في الطريق وإنه أتأخر باكت هذا عن هذا في طبعا في شغلات كثير ممكن تصير بس عشان تسرع النتورك شوي ما ضلكش يستنى التايم أوت لأنه هو ممكن يستنى مفروض يستنى على التايم أوت حقاً في الأصل هو لازم يستنى على التايم أوت إذا دش يستنى على التايم أوت دش تعمل دبليكت إكس فهو دبليكت إكس هون إن توتال لازم يطلع فور أكنولجمنت في نفس الرقم هاي معناته دبليكت إكس تمام تمام بس يعني هيك الهوست او مش او الهوست يعني بتفضلش مثلا ضيعت ال100 برجعش مثلا ال120 وال140 وال180 وال160 مثلا بتفضلش عنده هو ببعث بس برجع يبعث اول باكيت ما عمله شكل مانجمنت بعد هيك شو بصير شيء ثاني يعني فاول بس انه الهوست عنده سلايدنج ويندو بيكون طبعا بس بمشيش الا لما يوصل اكنولجمنت تمام اذا كان ترانسميتر الريسيفر بمش يعني هو هاز هوست بي هان كان هوست بي شو مشى بس مشى اول واحده بس
هلا السلايدنج ويندو هون بالبايت مش بال مش بالباكيت بالبايت. بس هو بيعمل بفر تمام، بيعمل بفر والبفر هاي هاي البفر كمان احنا بدلنا على شغله كمان اللي هي الاوفر فلو الاوفر فلو كنترول. هلا ما فهمتش، هلا اذا هو سلايدنج ويندو ليش يكون عنده بفر اذا خلاص هو اول مره مثلا وصلوش ال100 ووصلوا 120؟ هاي التي سي بي، التي سي بي هو ماخذ شيء منيح من ال من الجو باك ان البفر، وماخذ شيء منيح ماخذ من الجو باك ان انه كوميوليتيف، وماخذ من السلكتيف ريبيت انه في بفر يعني عامل. لا بس انا قصدي حسب المثال اللي هان ما فيش بفر يعني. ليش مش بفر؟ باعت الاكنولجمنت 100 بس كانه مش يعني مثلا هلا لما نرجع نبعث نحن نبعث 100 اللي هي 20 بعدين احنا بعد 120 بعدين 140 بعدين لا 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 ما هي بنحكي عنه هلا هون. لو دائما اكنولجمنت بيعمل على ايش؟ ده هدول وصلوا صح عمين بيعمل اكنولجمنت على 180 على اخر واحد على آخر. تمام تمام قديش في بايتس هون يعني في 20 هون في 8 مش كلهم قد بعض على على فرض يعني بالضبط. اذا وصلوا هدول هون تمام بيبعثوا اكنولجمنت انه وصل كل هذول تمام. وهناك من هوست ايه بيصير مثلا هات نحكي كنا بالاول نبعث اربعه هلا لازم يصير مثلا يبعث اثنين كل مره بعدين ثلاث. هو بيعمل انكريز للويندو سايز بنزل لنص الثلاثه صح؟ هون بنزل لنص الثلاثه عشان لانه بحس انه في مشكله في النتورك. تمام. هي هاي اللي هي فيها بالضبط. هلا اذا اجى باكيت ان اوردر بعمل شوي بستنى شوي اللي هي ويت اب تو 500 ملي سكند فور نيكست سيجمنت. هلا اذا اجت نيكست سيجمنت ببعث دبلك الاك للبوث يعني اجتني كمان ان اوردر سيجمنت معناته ببعث اكنولجمنت للجهتين. هلا ارايفل اوت اوف اوردر سيجمنت بمع الدبلك اك. هلا اذا arrive of a segment that partially or completely fills gap immediately send اك بروز ذات segment start at lower end of the gap. يعني اذا سكرت شوي من الجاب او كله تبعت لعند ما سكرت. فهذا كله دكتور عبد الكريم. تفضل. أسئلة الحل تبعون الميد تيرم كافية لأول ثلاث شباتر؟ أسئلة الحل تبعون الميد تيرم؟ لا ما غطناش كثير شغلات الميد تيرم بذلك كمان يعني في أكيد رح نرجع ندور على شغلات إحنا ما غطناهاش. تمام تمام. طب يعني قديش نسبة إلا ندور على شغلات ما جتش في الميد تيرم ونحط عليها شوية أسئلة. طب قد ايه نسبة الأسئلة من أول ثلاث شباتر؟ المادة مالها؟ كديش نسبة الأسئلة؟ نسبة الأسئلة؟ طويلة شوي يعني قد ايه نسبة الأسئلة على أول ثلاث شباتر؟ في أسئلة على أول ثلاث شباتر هو يعني أكيد في بس قد ايه نسبة؟ قارب النص أو أقل شوي نص لأول ثلاثة ونص لثاني اثنين يعني الحين نجيب ملتيبل تشويس ترو فولس شغلات زي هيك راح إلا نجيب كل التشابترز. ما المشكلة إحنا المشكلة إحنا المادة بعد المتام مش كبيرة أتوقع إنه يجي مادة على المتام. دكتور البلمن فانكشن في المد في الفاينل عليه حال؟ ممكن قصدي انه حله بيكون طويل ما احنا بنجيب نتورك صغيره 2 هابس ولا 3 هابس ماكسيم يعني 2 ايتريشن 3 ايتريشن بتطلع جاهز يعني مش هنجيب زي الديستنس فيكتور. تمام يعني اكم من ايتريشن بتطلع جاهز. دكتور بس بدي اسالك سؤال على تشابتر 6 اذا في مجال.
بس لو تفتح على سلايد 57 في شابتر 6 ايوه اللي الكابل ايوه هاي دكتور مثلا البي سي اي بده يبعت اللي هو ارب باكيت اي ار بي باكيت بده يعرف الماك ادرس تبع بي لا اي ايه بده يبعث بي اه بزبط الصح بوصلش بلزموش الماك ادرس تبع بي مين بلزم اول ماك ادرس بلزم اول شيء تبع اللي هو الراوتر من جهة. بس الراوتر بنفع بيقدرش يعرف تبع بي لا ليش عارفين بيقدر يعرف الراوت هسه هو راح بيعمل برودكاست مزبوط اول إشي بالضبط بسأل مين عنده الاي بي تاع مين اه فما حدا بيرد عليه مزبوط مش تعبين راح يسأل الاي بي تبع مين تبع ار تبع الراوتر اه من وين هو بيعرف الاي بي تاع الراوتر من البرودكاست لا هو اصلا بيعرف الاي بي هلا شباب انت لما تشبك على النتورك عندك في البيت الراوتر شو بعطيك شغلات مثلا شغلات ايش الاي بيز شو بعطيك شغلات بعطيك الراوتر بعطيك الاي بي بعطيك الاي بي تاعك صح بس مش لحاله آه. بعطيك الجيت الديفولت جيت اواي الجيت واي هذا هو الجيت واي بالنسبه لنا الجيت واي فبكون هو بكون عارف الجيت واي شو الاي بي تاعها بس بيعجز بيعرفش الماك ادرس تاعها مزبوط انا قصدي مثلا مثلاً إيه بده يعرف الماك أدرس تبع بي بزبط إيش؟ لا إحنا اللي هو بس بالاي بي تاع بس جوجل. في اللوكال إيريا هلا هون هلا الباكيت الأول بيكون الاي بي تاعه هيك والاي بي هو في هون بيز ديمو إله آه في فرز هلا هاي واضحة هون الاي بي هاد السورس والديستنيشن هاد البي صح الاي والبي آه. بس كماك أدرس هلا بين السورس هاد البي سي الايه بس مين الديستنيشن ماك الراوتر الراوتر هلا لما يجي هون مين بصير السورس ماك اللي هو الراوتر الراوتر من هاي الجهه مين الديستنيشن ماك اللي هو البي سي الثاني بي واضحه هو ما بعرف يعني ايه ما يعني انت مستحيل تعرف الماك ادرس تاع جوجل اذا ما تعرف اصلا بس لما يوصل عند النتورك اللي فيها السيرفر تاع جوجل بعرف هناك بعرف بس مثلا مثلا الراوتر اللي جنبه اذا عمل مثلا بعت اي ار بي باكيت بتوصلش بيه عشان يعرف مثلا الماك ادرس تبع بي لا الار باكيت البرودكاست بشكل عام بيطلعوش من بس بس لللوكال اريا 100% بس في اللان الارب الدي اتش تي بي باكيت والارب باكيت اللي هم البرودكاست باكيتس بس في اللان انت فيها مثلا بس قصدي هيك في الدنيا بده يعمل ارب باكيت يبعث لكل الدنيا مصيب كل هو قصدي مثلا فرضا مثلا بده يعرف الماك ادرس تبع بي فرضا هيك مثلا بيعرفه هو بقدرش ممنوع اه اوكي الماك ادرس على جوجل مصيبه تعرف كمان في مشكله في السكيورتي كمان اي غلط يعني بتزبطش لا هو قريت سؤال هيك على عن في الفورمات اه لا بزموش عارفه بقدرش اعرفه اه تمام هلا كل بس كل يعني مثلا سبنت بيكون عارف الاشياء تبعون السبنت تبعه يعني مثلا لو كان في 100 راوتر بالنص كل واحد بس بعرف كل راوتر بعرف الراوتر اللي بعده يعني الراوتر شغلته يفلتر كمان انه ما يخليش الباكيت تطلع من هون الشادات تطلع يعني انت البرودكاست البرودكاست بس بضل في نفس اللان البرودكاست انت بتبعت تسال عن الدي اتش تي بي مثلا انت دخلت في البيت عندكم رحت عند شاب صاحبك او شيء هيك ودخلت عندهم مستحيل تيجي تبعت دي اتش تي بي برودكاست لكل العالم يعني مصيبه انت لما تشبك عنده في البيت تسال مين دي اتش تي بي فبرد عليك الدي اتش تي بي سيرفر هو الراوتر نفسه وبعطيك الاي بي ادرس
بس كلها جوا اللين اللي انت فيه. هذا الشابتر اصلا هو عن اللين بس. دكتور طيب الالوها والسيزما وهي الشغلات بس نعرف مثلا بشكل عام الفرق بينهم مش ضروري نتعمق فيهم يعني افهمهم افهمهم يعني كم ابدا بينهم مثلا بس يعني قصدي فيش عليه حل لا مش راح اجيب عليه حل لانه الحل شوي لازم في هو في الاصل في حل عليهم بس انا بجيبوش كنت زمان احله وما كان في سؤال بونص حكيت على عشان في سؤال مثلاً بونص هاي شغلات يعني كيف تثبتها مثلا واحد ممكن يثبتها بالماث بس مش راح نجيب على هيك شيء دكتور حكيت راح تبعت لنا suggested questions للتشابتر اللي بعد المد وما بعتش هو هاي محلين عليهم اليوم ما انا عارفه بس يعني لو تبعت مع ريتاج احسن إنه بعد ما نخلص جميع المادة عشان نحل قديش بنكون إذا عندي chapter 6 questions أشوفهم chapter 6 بشوف إذا عندي أسئلة على chapter 6 بس إحنا ما كنت سامعين على discussion chapter آخر chapter بس إلا تلاقوا في الكتاب أسئلة أوكي شباب طب دكتور هلا انت قلت انه ثانوي عرفت الاي بي الماك ادرس تبع جوجل بتكون مشكله بالسكيورتي يعني ايش تقدر تسوي فيه هلا فرج الارب يعني تخيل انت تغير الماك ادرس لاي سيرفر مثلا بدك اياه لو تغير الماك ادرس هو مش مستحيل بس صعب المفروض يكون عشان ما تجيش في نتورك وتيجي تحكي انا بدي استقبل هذول الباكيتس انت مش انت يعني عشان الفلترة لم تأخذ السيكوريتي بتعرف ليش بس انه مفروض يعني الشغلات هاي اللي يعني الماك ادرس تغيرته ممكن حد يستغله لشغلات تانية انه يرد انا الموجود مثلا زي كأنه ينتقل شخصية جهاز تاني ممكن تمام. أسئلة تانية شباب على المادة دكتور بعرفش إذا حكيت عن نمط الفاينل بس أنا ما كنتش موجودة إذا بتقدر تحكي لنا يعني شو في جاي أسئلة زي المتين دكتور في مولتبل تشويس ولا ما في؟ في مولتبل تشويس نعم أرسل المادة المحذوفة من شابتر 5 إيش؟ سؤال البونص ده تجيبه من المادة المحذوفة من شابتر 5 شوف الامتحان كان واضح وين هذا أتوقع أنه واضح يعني السلايدز أنا حليتها يعني بالصف عليه كثير وحليت هذا السؤال طبعا هذا السؤال أنا حليته أتوقع صح؟ حليته؟ صف؟ والله حليته أتوقع حد سألني عنه أتوقع وهدول حلينا أكثر من مرة دلوقتي ارجعوا للفيديوهات أنا حال زيهم هدول هون مضبوط أوكي شباب يعطيكم العافية دوس منيح دكتور صح في شغلة أخيرة بس مش عارفة ما بعتوش توزيع الشعب يعني أي قاعات يروحوا والقاعات بعاد عن بعض في المتن صرنا مش عارفين بالضبط أي قاعة نروح فلو تبعتوا بالضبط التوزيع يعني أحسن خصوصي إن القاعات مش في نفس الكلية يعني بس هو بفرقش يعني لو رحت أي قاعة لا بس ما لو قاعة واحدة منهم تملت وقتها بدك كمان سلدش هي وين العلوم وين العلوم وإيش كمان العلوم والتجارة أتوقع تجارة شايف تجارة أو العلوم الجديدة مش عارف الملحق في العلوم صح ملحق في العلوم بس في بالأداب كمان الأداب والعلوم وملحق العلوم أتوقع هيك أتوقع مش هيك مش عارف أوزعكم بشوف لا الوين واحد ما بده يروح زي مش متوقع توزيع كثير بلزم مش توزيع بلزم إذا كلهم راحوا على نفس القاعة مثلا يعني صرت توزع بينات هناك
أوكي شباب، يعطيك العافية، دير بالك ودرس منيح. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.